ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. ورحب سموه بأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وأشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة وجهازها التنفيذي في خدمة القطاع الرياضي بالتكامل والتنسيق مع باقي الجهات الرياضية وقطاعات الدولة الأخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات ملك البلاد المعظم ورؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تطلعات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. وتم خلال الاجتماع الكشف عن استراتيجية الهيئة العامة للرياضة والتي ترمي إلى النهوض بالحركة الرياضية ودعم الأندية والاتحادات الوطنية والاهتمام بالمنشآت والبنية التحتية وتطوير الأنظمة والتشريعات الرياضية وتنظيم هذا القطاع على النحو الذي يتواكب مع رؤية القيادة الحكيمة وتطلعات الأسرة الرياضية بما يتماشى مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد. كما تم استعراض المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها على المترشحين لأعضاء مجالس الإدارات والأندية والعضوية والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا، حيث تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرياضة لاستقطاب الكوادر ذات الكفاءة والاختصاص. وأكد سموه على أهمية بلورة تلك الاستراتيجية إلى مجموعة من المبادرات والمشاريع الفعلية التي تخدم كافة أركان الحركة الرياضية وتسهم في تطوير المنظومة برمتها لمستقبل أكثر تطورا لرياضتنا وتعزيز مكانة البحرين في مختلف المحافل الخارجية.